الاساسيه في السنوات القادمه، لما تبقى الفوكس كتير. ف احد الاشياء الهامه اللي بيهتم بيها الحكومات والديجيتال نيتف على مستوى العالم كله، هاو تو فاليديت اند امبلمنت ذي ميلينيوم ديفلوبمنت جول بتاعت الامم. طبعا مما لا شك ان اهداف التنميه المستدامه معروفه، وكل الديجيتال نيتف وكل الناس اللي عملوا صفحات اللي ليها علاقه بالصحه او بالتعليم يعلموا جيدا ان الكور او الهدف الاساسي لاهتمامهم هو تحقيق الاهداف الميلينيوم ديفلوبمنت جول او الاهداف البنائيه لنا. من اول الهدف هو مخالفه الفقر والمرض، والهدف ده هدف مش سهل، هدف صعب جدا، لكن في كل الاهداف اللي بعد الكندال لتحقيق الهدف ده. مما لا شك ان الفقر والجهل والمرض بيمثل بالنسبه لنا مثلث رعب اساسي بيمثل عنه كل المشاكل اللي بيعاني منها كل الشعوب على مستوى العالم. لو احنا يعني اتكلمنا في المشكله، على فكره في حاجه في التلفزيون في المنطقه، مشكله المانجستيشن او سوء التغذيه هي مشكله على مستوى العالم كله بتمثل تحدي كبير جدا للعاملين في الحكومه. عناصر المانجستيشن هي سوء تغذيه يعني معناها نقص العناصر الغذائيه طبعا زي ما حضرتك عارفين، انما هي الاساس وجود نقص في عناصر غذائيه مهمه جدا للنشأة والاطفال بسرعة عنه. والعناصر الغذائيه دي قد يكون في زياده او نقص في احدهم يؤدي في النهايه الى مانجستيشن يؤدي لعديد من الامراض. يمكن حضراتكم طبعا عارفين كويسين قوي المانجستيشن مشاكله في مستشفيات في التحديات الاساسيه. زي ما قالت الاستاذه نهى ان المانجستيشن او سوء التغذيه بيكلف العالم مبالغ ضئيله جدا يصل الى 3.5 تريليون دولار على مستوى العالم كله. يمكن مشكلة ثانية بتقابلنا حاليا في مشكلة الجنسي أو السلام أو السمة المنقذة، هي المسألة أو البوابة الأساسية لكثير من المشاكل الصحية في هذا الحال. أيضا بتمثل تحدي كبير كلفة ما يقرب من 1.4 تريليون دولار سكن الطريق عن السكان في الوقت. مما لا شك أن السايكو ميجرمنت مانيوزيشن أحد التحديات الأساسية في الحصول في نيجي بلدنا او في مصر، نجد ان حوالي 2 الشهر المرتبطه او وفيات الاطفال بتنتج عن 2 ومصر يعني واحده من 36 دوله حوالين العالم بتمثل التحدي الرئيسي للمانجستيشن بتشكل حوالي 90% من مشاكل المانجستيشن. المشكله عندنا في سوق التغذيه مش نقص العناصر الغذائيه او نقص التغذيه او الفقر اللي بيؤدي الى التغذيه، ولكن ان المانجستيشن في حد ذاته في حاجه اسمها ضرر الدرس في حاجه جدا نلاقي طفل سليم او وزنه زائد عن الحد الفضيل، لكن في نفس الوقت بيعاني من انيميا على سبيل المثال. والانيميا دي احد التحديات الاساسيه في بلدنا، لانها بتحتاج حوالي 28 او 27.5% من الاطفال اللي تحت سن المانجستيشن، وايضا 25% من الامهات